طيب انت يعني برضو ما شاء الله من كتر ما يعني زي ما بيقولوا زع صيتك في الخماسي، رحت اشتغلت مع منتخب مصر الكبير كوره، الكلام ده صح؟ حقيقي يمكن، بس في معلومه، انا شغال في الدوري الممتاز في الكوره في جهاز الكابتن عماد النحاس بقالي يمكن 4 مواسم اصلا في الكوره. يعني شغال كره قدم كمان. ومتخصص في الاحمال في الكوره بقالي فتره كبيره، شغال في الدوري الممتاز بقالي 4 سنين، وانضميت طبعا شرف كبير وحلم من 2017 انا بحلم بيه وربنا كرمني بيه زي الميداليه الاولمبيه كده ان انا امسك المنتخب، فاصبحت المعد البدني لمنتخب مصر الاول مع مستر فيتوريا. الجهاز الحالي دلوقتي؟ الجهاز الحالي. ما شاء الله. هل بدأتوا تعملوا حاجه في الكوره؟ اشتغلتوا حاجه ولا لسه ما فيش تجمع حصل؟ يعني لا، بدأنا يعني المعسكر الاولاني طبعا اللي حصل اللي فات اللي هو كان في يوم 13 يوم 27/9 بماتشين الودين امام نايجر وليبيريا. كان بالنسبه لنا طبعا يعني معظم الاجهزه جوه الجهاز الطبي طبعا عندنا حاجه طبعاً فوق المحترفه، دكتور ابو العيله والطاقم بتاعه كله. ففي احنا كجهاز جديد، يمكن كجهاز فني كلنا جداد ما عدا محلل الاداء محمود سليم موجود من الاول، فاحنا بنستكشف حاجات كتير منها الاجواء منها اللعيبه، بنجمع يمكن تكتبوا كل حاجه كل حاجه الجهاز الفني ده. انا الصراحه يعني طب قول لي محمد صلاح مثلا، محمد صلاح كان موجود في الجهاز؟ معلش انا اسف يا كابتن هطلع سنه. ما دام صلاح دخل في الموضوع انا هقعد اسمع بقى معاكم. قلبي لازم اقعد اسمع. فمحمد صلاح يعني لما بيجي انت بتبتدي تمسك التمرين وتبتدي تجهز وبتاع، يعني بينصاع ليك ويشتغل معاك ولا بتحس ان هو لعيب محترف وكبير؟ يعني قول لي بامان. بص انا هقول لك بامانه الامانه، يعني انا لسه بتكلم في الموضوع ده بره اصلا يمكن امبارح، فبقول لهم محمد صلاح وحجازي دول صمام امان الفرقه، يعني هم اللي بتحس هم منجحين اجواء التمرين. والله ده مش يعني حتى لو ده كان في الكواليس كنت هقوله. ف اتسالت من كام يوم اخبار صلاح ايه، قلت لهم باللفظ كده قدوه، ورحت ساكت. قدوه في حاجات كتيره بره الملعب كمان، ان هو مش قصه الالتزام، في لعيبه كتير بتخش الجيم وفي لعيبه كتير بتاكل صحي، بس هو قدوه في دقه شغله وفي ان هو بيسعى النهارده يمكن كل يوم لحاجه جديده. هو حتى قال انا مدمن التركيز في التفاصيل. ففي لعيبه كتير كبيره في المنتخب، مش عايز انسى حد، بس اللعيبه الكبيره يمكن صلاح والنني وحجازي، يمكن انا لسه ما قابلتش النني بس اسمع عنه كتير يعني، وتريزيجيه، الجيل ده والناس القديمه في المنتخب دي ملتزمين جدا. واللي اعلى من كده اللي انا لمسته ان هم صمام امان في اجواء المعسكر والفرقه يعني. ما شاء الله.